برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، عقد المجلس جلسته الاستثنائية الثانية في دور الانعقاد السنوي العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس. وفي مستهل الجلسة وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة ويوم الصحافة البحرينية، أشاد معالي رئيس مجلس النواب بالدور الوطني الفاعل الذي تقوم به المؤسسات الإعلامية المحلية والكوادر الوطنية، معربا عن بالغ الشكر والتقدير لإسهاماتها المتميزة في أداء الرسالة النبيلة وفي إبراز العمل البرلماني بكل مهنية وموضوعية في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مؤكدا الدعم النيابي لقطاع الصحافة والإعلام ومهنئا كافة العاملين بهذه المناسبة. اليوم حالنا مجلس الشورى مشروع قانون اللي هي إضافة مادة مكررة 316 من القانون عقوبات، طبعا تم مناقشته في اللجنة الخارجية وتم الموافقة عليه بعد تعديل فيه عقوبة، وهو طبعا هذه حق زنا المحارم اللي هو اتصال بين الجنسين البالغين من زنا المحارم، فهذه طبعا تشديد عقوبته هي اللي هي كانت فيه النص الأصلي. جاء هذا المشروع بقانون من أجل وضع تنظيم قانوني من أجل اعتبار أو تصنيف منطقتي فشت الجار وماء العظم كمحميتين طبيعيتين حسب التصنيف الدولي للمحميات. طبعا هاي المنطقتين تتميز بتنوع بيولوجي والحيود المرجانية فيتوجب الحفاظ عليهم، في حين جاء رد الحكومة بأنه لا حاجة لهذا المشروع ويمكن اتخاذ التدابير المناسبة عبر قرار حكومي بعد إجراء الدراسات الوافية. تمت الإجابة على السؤال اللي قدمته في الجلسات السابقة لسعادة وزير المواصلات، وهو بخصوص عن عدد شركات السياحة في مملكة البحرين المملوكة للبحريني والأجانب، وأيضا شركات الشحن للبضائع المملوكة أيضا للبحريني والأجانب، وما هي المعايير للشروط والحصول على هذه الرخص، وما هي الخدمات التي تقدم للبحرينيين للارتقاء بهذه الخدمة. أيضا لاحظنا اليوم في اتفاقيات خليجية حيز التنفيذ بالاتحاد الجمركي، واليوم اتخذت أحد الجانب من بعض دول مجلس التعاون في توفير سبل الراحة للشركات الخليجية، واليوم البحرين لازم تعامل أيضا بعض دول مجلس التعاون بالمثل أسوة بما يقدم للبحرينيين من خدمات، وأيضا المعوقات التي تسبب في السياحة في نقل الباصات والمواطنين إلى دول الجوار والدول العربية أيضا.